Bir mezarlık zaten kum var. Babam da 70-80 yaşında ben de ben hep ben babam da geldi. Gidin abicim, sağ ol. İyi bayramlar. Ahmet, boz veren mi? Boz ver. Ermiyor, bal geçti. Depoya çek mi? Karada biz de çeksene. Karada biz de çeksene. Yine doldurun hocam. Mimma la ya'lemun ve ayetun lehumul leyl neslehu minhun nehara fe izahum muzlimun ve şemsu tecrini müsteqarrin leha zalike tekdirul azizil alim ve l-kamera kadderna'hu menazil hatta adeke l-urcunil kadim لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ بسم الله الرحمن الرحيم آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار الذي جعل لكم الأرض فراشا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlahi şu bayram sabahında huzuruna geldik. Huzurunda el açtık bizleri dergahından boş çevirme ya Rabbi. Acizane, fakirane fakat halisane olarak kıraat ettiğimiz Yasin-i Şerif'ten hasıl olan sevabı. Evvelen ve bizzat kainatın efendisi. Gönüllerimizin sultanı, başlarımızın tacı, sevgililer sevgilisi.
sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz mübarek ruhu şeriflerine hediyelik bağısıl eyle ya Rabbi. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin, Peygamber Efendimizin ehli beytinin, ashab-ı güzin, ensar, muhacirin, tabi'in, tebe'u tabi'in, e'imme-i müştehidlerin, dini İslam'a hizmet edenlerin, yakından uzaktan buraya gelmiş el açmış amin diyen cemaatimizin geçmişlerinin, bu mezarlıkta metfun bulunan bütün mümin ve müminatın, şühedanın, gazinin, ehli iman, ehli İslam'ın ayrı ayrı ruhlarına hediyeler gönderiyoruz, sen onlara haberdar ya Rabbi. Ya Rabbi bayramımızı mübarek eyle. Nice bayram sabahlarına birlik beraberlik içinde ulaşmayı bizlere nasip eyle. Umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eyle. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Şu an bayramını yapamayan, kafir zulmü altında inim inim inleyen ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Ya Rabbi keseceğimiz kurbanları katında kabul eyle. Ya Rabbi İslam'ı en güzel şekilde yaşamayı, yaşatacak nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Cümlemizi Peygamberimizin şefaatine nail eyle. Anne babanın evladından, evladın anne babasından kaçacağı muazzam günde cümlemizi Peygamberimizin ham sancağında haşreyle. Ya Rabbi bizlere dünyada da ahirette de güzellikler ihsan eyle. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri, anne babamızı ve bütün geçmişlerimizi bağışla. Bizlere dünyada da ahirette de güzellikler ihsan eyle. Bizleri namaz kılanlardan eyle. Bizleri sana itaat edenlerden eyle. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Veselamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحة Bayramınız mübarek olsun. Kazasız bir bayram geçirmenizi Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.